السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا مساء الخير بالمتابعين. لا تنسوا الاشتراك في قناتنا والضغط على زر التنبيهات. حاليا نحن متواجدين في منطقة يالنجك في مجمع فخم، نعرض لكم شقة 3 غرف صالة بمساحة 265 متر مربع. حاليا نحن متواجدين في الساحة الخارجية زي ما انتم شايفين، عندنا ألعاب الأطفال زي ما انتم شايفين أمامكم، بالإضافة إلى المساحات الخضراء زي ما انتم شايفين قدامنا، الحديقة الخارجية للمجمع هذه هي، جلسات عائلية موجودة، بالإضافة إلى النوافير. المجمع عبارة عن 4 بنايات، كل بناية تقريبا 10 طوابق، مجمع فخم، منطقة فخمة جدا. تعالوا مع بعض نديكم فكرة كاملة عن الشقة والإطلالة الموجودة لها. وصلنا إلى الدور الأول، زي ما شايفين عندنا شقتين كل دور، والمصعد يسع تقريبا إلى 8 أشخاص. الشقة هذه شقة رقم 2، شقة 3 غرف صالة بمساحة 165 متر مربع، 3 غرف صالة زي ما قلت لكم. أول ما نخش هنا عندنا الموزع، الشقة كاملة باركيه درجة أولى. عندنا المنطقة هذه منطقة نقدر نحط فيها الدولاب خاص بالأحذية والعبايات. نتوجه إلى الصالة. عندنا الصالة مساحتها كبيرة بشكل زي ما شايفين، تقريبا نقدر نقول 6 × 6.5، مساحة شاسعة وكبيرة. عندنا أيضا إنارات ليل مخفية في ديكورات سقفية، والواجهة الأمامية واجهة زجاجية مطلة على البحر. إطلالتها على البحر مباشرة على المجمع. وفي مخرج للبلكونة من الصالة. البلكونة هذه مشتركة بين المطبخ والصالة. بلكونة كبيرة وإطلالتها رائعة جدا على البحر. شيء جميل ورائع جدا. الخدمات اللي موجودة في المجمع زي ما انتم شايفين، عندنا ملاعب رياضية، ألعاب أطفال، بالإضافة إلى الجلسات العائلية، المسطحات الخضراء، نوافير، المواقف المغلقة والمواقف المفتوحة. وما ننسى أيضا في جهاز جنريتر اللي هو المولد الكهربائي، لا سمح الله إذا انقطعت الكهرباء من المجمع. نكمل تفاصيل الشقة مع بعض. نطلع من الصالة، نجي هنا على المطبخ. المطبخ زي ما انتم شايفين دواليبها راكبه وجاهزه، ذات جوده عاليه ما شاء الله تبارك الله. دواليب خشب نوعيه جيده وفاخره. نطلع من المطبخ، نجي هنا على الغرفه الاولى. مساحه الغرف جيده تقريبا، نقدر نقول 4×4 أو 3.5×4، والشقة كلها مزودة بتدفئة مركزية موجودة في كل الغرف. نطلع من الغرفة الأولى، نتوجه إلى تفاصيل الشقة. عندنا هنا على اليسار دورة مياه أولى وأنتم بكرامة، بجوارها دورة المياه الرئيسية التابعة للشقة، مروش وكلوزيت ومغسلة. يميننا هنا الغرفة الثانية، مساحة الغرف جيدة يعني مش صغيرة، متوسط الحجم. مقابل الغرفة الثانية عندنا غرفة الغسيل، هون نقدر نقول كاتش ستور، نقدر نحط فيه غسالة الملابس ومخرج الطوارئ الامرجنسي من هنا. ونيجي اخيرا على غرفة المغسلة، غرفة النوم الرئيسية، يعني مساحتها جيدة، نقدر نحط هنا دولاب والسرير، يعني تفصيل الغرفة مجهزة بكل التجهيزات، ولها بلكونة خاصة فيها، بلكونة صغيرة
اطلالته من الخلف على المجمع يعني شقة مناسبة جيدة. وغرفة النوم ايضا لها دورة مياه خاصة فيها، دورة مياه مكملة بدون كرامة، مروش مع كلوزت. المجمع زي ما قلت لكم في منطقة يالنجك. المنطقة هذه منطقة مخدومة بكل خدمات. يعني أعطيكم فكرة عن منطقة يالنجك. منطقة يالنجك منطقة متوسطة بين جواهر مول والمطار، يعني جواهر مول تقريبا 5 دقائق والمطار أيضا 5 دقائق. منطقة راقية مخدوم كل خدمات من مواصلات، سوبر ماركتات، كافيهات، يعني كل اللي نحتاجه موجود في المنطقة. هذا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.